السلام عليكم. السلام عليكم، هذه اقتصادية. اليوم جبت لكم وصفة العصير تاع الخوخ ولا جو دو بيش. في العصير هذا واش عندنا؟ عندنا لتلامة، عندنا الخوخ. انا اللي ما صبتش الخوخ، جبت النكتارين، تقدري ديري النكتارين. وعندنا الزروديه، وعندنا حبه قارص، هذا عطر الليمون، وعندنا سكر كاس الا ربع. هذا العصير هذا اقتصادي وصحي في نفس الوقت، فيه الزروديه وفيه الخوخ. ونقولوها تاليك الاخوان الاجانب، عندنا اللي تخدو، عندنا لي بيش، عندنا ان سيترون، عندنا دو كاروت، وعندنا ان فير دو سكر، وعندنا هاد لاغوم ستاناغوم دو سيترون. نبداو في طريقة التحضير. طريقة التحضير واش نديرو؟ نحكمو هاد الزروديه تاعنا، نسلقو فيها باسكو الزروديه طول باش تطيب. نحكمو نسكلجوها باش تطيب لنا بالخف. نسكلجوها ونديروها تغلي. نسكلجوها قاعيتي ونديروها تغلي. من بعد ندورو هذاك الخوخ تاعنا ولا نكتارين اللي لقيتي. نكمل نسكلفجها ونولي لكم. بعد ما درنا الزروديه تاعنا سكلفجتها ودرتها تغلي باش تدخلها طيب، ندورو لهذيك النكتارين تاعنا نقشروها. نحو لها القشره هذيك، نحو لها القشره ونحو لها، نقطعوها نحو لها العظمه الداخل نقطعوها. وكي تدخل لهذيك الزروديه تدخل لها طياب، نحكموا هذيك النكتارين تاعنا حتى تطيب هذيك الزروديه تاعنا، خاطر الزروديه طول باش تطيب. طيب والنكتارين مانيش حابه انا البنه تاعها تروح في الماء مع الغليان. كاش نديرو؟ نحكموا هكا النكتارين تاعنا، نقطعوها هكذا، نحو لها اللب تاعها. نقوها قاعيتيك هايلك هاي النكتارين تاعنا. نكملو قاع نقشروها ونوروها لكم في الغليان. بعد ما غلات الزروديه تاعنا سكرفجناها ودرتها غلات ودخلها طياب طابت، الخوخ تاعنا نرموه دوكا. هاو ديك الخوخ تاعنا اللي لقيناه، نرموه ونزيدو له هذاك كاس تاع السكر. السكر انا راني درت كاس الا ربع، اللي يحب الحلاوه يقدر يدير كاس، هذه اختياريه كيما تحبي. وعندنا هذاك الحبه تاع القارص اللي عصرناها هاي ليك، وعندي انايا عطر السكر قاعد لي هنا شويه، عندي عطر الليمون. هذا عطر الليمون هو يتباع، تحبيه يعطي الحموضه للعصير كي القارص، بصح يعطي بنه، عنده بنه في العصير. هذه اخي يعني اللي عنده عنده، اللي ما عندوش ماشي مشروع. هاي ليك نديرو، نخلو يرفد غير الغليه وحده، ومن بعد نحوه ونعصر ندوسو في الميكسر. انا دوك الماء ريت لاما في العصير هذا، كيلو تاع خوخ، زوج حبات زروديه، وعندنا ريت لاما وكاس الا ربع سكر وحبه قارص. انا دوك درت نص تاع ريت لا درته في القدره يغلي، ومن بعد نكمل عليه الماء هذا وندوزو نعصروه ونوروه لكم. بعد ما غلى، بعد ما طاب الاخر الخوخ تاعنا مع زروديه كاع الخليط، دوكا نرحوه. انا نرحي بهادي، وهذه اختيار اللي ما عندكش تقدري ترحي في الحيوة. هاك نرحيها كاع ونقدمها لكم في طبق تقديم. هاوليك العصير تاعنا بعد ما رحيناه ودرناه برد، هاوليك اختي كيفاش جا، جا ما شاء الله. هاوليك نفرخو لكم تشوفوه، عصير خوخ تاع الدار اقتصادي بنين. لا ما تعطيه لداري ما يفرقوش كاع بلي درتي له زروديه، وزروديه صحيه في نفس الوقت. ونقول لكم بصحتكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. كثرونا من الاشتراك ونقول لكم السلام عليكم.